أهلا وسهلا بالعقار 33. تاب تمبي أرت بلاتفورم أو منصة مؤقتة للفن هي مؤسسة لا تتوخى الربح، مؤسسة فنية بتشتغل بالحيز العام مع فنانين لبنانيين أو غير لبنانيين. أكثر المشاريع هي بتخص بيئة محددة أو كوميونيتي محددة أو مكان محدد. نحن التقينا هون على جميل كنعان بلدينج، اتمشينا طلعنا all the way على الفرماشية اللي فوق. سو رح نبلش بالفارماسي اللي هون، رح نفوت نشوف الفيديو تبع لارا تابت resistance overflow. العمل اللي موجود بالفرماشية هو مستوحى من عالم الحكمة والطب، بتخلي العالم يفكروا عن هيدا الثقة العمياء اللي عنا اياها مع المي اللي بنشربها والاكل اللي بنشربه والبحر اللي بنسبح فيه. رجعنا طلعنا على طريق الفوانية كرمال نقشع ليتكو ستار اوتيل والانترفنشن تبع محمد كنعان. وطاف الحوت في السماء تاركا للبحر فسبح، وبالطول مكتوب في جوف الحوت ضوء. كل بداية وقتها تفتح وتسكر العبارة بتاخد معنى تاني. العمل بلش كحوار مع السكان. الظروف المعيشية اللي عايشين فيها بالأوتيل شوي صعبة، في أكثر من 5 بيعيشوا بأوضة واحدة لأنه الدخل تبعهم قليل. استخلصت من الحوارات تبعهم كم كلمة كانت تكررت مثل البحر، السماء، ضوء. نزلنا من درج صغير لنقطع على دبوس ستريت ونرجع نلقط البناية تبع جميل كنعان ونحكي عن العمل تبع مصطفى جندي. أستطيع أن أستحضر عيني عابسة في وجه سؤال، ولكني كنت محمي من الوسيط اللامرئي. هلأ نحن رح ننزل كل الطريق لتحت لنقطع على البيسترو مطرح ما هيكون عم بينعرض العمل الفني تبع نسرين خضر. كومن كريدز أو شرطان مشتركة موجودة على التيفي اللي عم نعرضه جوا. كل هالقصص اللي خلوا إنه العيال والسكان تبع البناية ينظموا حالهم ويتفقوا ويقسموا السطح كمان سولار بانلز، يتفقوا مع الجنريتور أي ساعة رح يعطوه موتور وأي ساعة ما في كهرباء. هذا شغل مش كتير هين، مش دايما بتزبط، بعدة محلات يمكن نفشل، بس إنه بنضل نجرب ومنحاول نبلش هيدا البروسس أو أحاديث مع المجتمع بوقت مبكر كمان نهيئ العالم على الإشياء اللي بنعملها. Awesome. Thank you so much.